السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قباقة من قناة قباقة تي في. عاجل جوني ديب يكسر القضية الشهيرة أمام مراته أو مراته القديمة اللي اسمها أمبر هايرد، التي رفعت ضد زوجته السابقة. والصحفية ذا صن أثبتت للمحكمة العليا في لندن أن جوني ديب كان فعلا يضرب زوجته. طبعا الكلام ده هيأثر على جوني ديب في الظهور كده، ممكن ما يظهرش في هوليود تاني بسبب اللقطة ديت، ان هو راجل ضد الفيمينيست او ضد المرأة او ضد حقوق المرأة. طبعا كان هو برضو رد وقال ان هي مرة بنت وسخة، وكانت بتشخره على هدومه وبتشخره خرا على السرير وهو نايم. فالله اعلم مين الصادق ومين الكذاب. بس كل الحب وكل الدعم لحبيب قلبي وصديق المهنة جوني ديب. ما تنساش يدينا لايك يا جوني، وسبسكرايب يا ديب، وشير يا صديقي، وقولنا رأيك في الكومنتات تحت. سلام.